أهلا بكم مشاهدينا في إطلالتنا على أهم ما جاء في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية لنهار اليوم الموافق للسابع والعشرين فبراير من عام 2021. البداية ستكون من جريدة الشباب الجزائري التي عنونت: الجزائر تسجل إصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة. تحدثت الجريدة عما قاله الوزير بن بوزيد عن إلزامية اكتساب مناعة جماعية كأولوية لمختلف السلطات العمومية، فيما تحدثت أيضا في ذات العنوان عن 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني وصلت إلى الجزائر مرفقة بخبراء في تقديم اللقاح ومتابعة عمله على متلقيها. الخبر تجدونه في صفحة الثالثة. في خبر آخر، قالت الجريدة أيضا: وعلى خلفية تدشين مكتب الإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، وزارة الخارجية تتعزز بهياكل جديدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث أوردت أن وزير الخارجية صبري بوقادوم أكد على أن الهدف من التدشين هو استقبال ودعم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المشاركين في عملية التصدير أو في الشراكات الأجنبية. تفاصيل الخبر في الصفحة الثانية. جريدة الجمهورية تحدثت عن استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الذي طالب بحماية الصحراويين من انتهاكات الاحتلال المغربي، وتحدث الطرفان عن مواضيع أخرى تتعلق بالبلدين. الخبر تجدونه في الصفحة الثانية. فيما عنونت جريدة البلاد الجزائرية بتفاصيل الخبر في الصفحة الثانية: الجزائر في مواجهة النسخة المتحورة من كورونا، حيث يستعجل معهد باستور رفع اليقظة بعد اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية، فيما دعا مختصون فيما نشرته الجريدة إلى تسريع وتيرة التلقيح لاحتواء الوضع. من الصحف إلى المواقع الإلكترونية، موقع سبق برس عنوان: الرابطة المحترفة، العميد يستضيف الكناري على ملعب 5 جويلية، حيث نشر الموقع أن مولودية الجزائر تستضيف اليوم السبت شبيبة القبائل على الملعب الأولمبي 5 جويلية، وذلك برسم الجولة 15 من البطولة الوطنية على الساعة 4 مساء، مشيرة إلى المراتب التي يحتلها كل من مولودية الجزائر والشبيبة القبائلية في تصنيف البطولة المحترفة. موقع 7DZ تحدث عن الحريق الذي نشب بالإقامة الجامعية للبنات بولاد فايت بالعاصمة، معنونا: نشوب حريق بالإقامة الجامعية للبنات أولاد فايت 3، فيما ذكر الموقع أن مصالح الحماية المدنية سارعت للتدخل لإخماد الحريق الذي لم يتسبب سوى في خسائر مادية بالغرفة المعنية، بالإضافة إلى إحداث حالة من الهلع والخوف وسط الطالبات. نهاية الإطلالة لنهار اليوم، ألقاكم في إطلالات لاحقة في أمان الله.